كان بتروح روح غناتي كان بتروح مسموح وبرايك يا شحاح مسموح وبرايك يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم شيء جميل هذا والله هي مرة هذا يكون حرامي ما في المجافي هي الشقاوة حرامي حرامي انت منو؟ شو شو تعال 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 شحق داخل القهوة؟ منو جاي انت منو؟ شحق جاي هني تعال زين تعال انت ما تقول ايش تبغي؟ تبغى تسرق الفنايل والجدور والجلاب؟ لا عمي عمي شو هذا؟ عمي 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 ما حد اليوم عمي حرامي 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 يا ودي وين سخيتك؟ سخيت يبغى يسرق الجلال والجدور والملال وين دوكم؟ سامحني 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 يا حرامي تقول لي سامحني الله يود الحلال هذا ابو برمسني الله يطول يا رحمة الله رحمة الله الوالد ابو برمسني عشان اجيبه يفيدنا هني في القهوه يا جماعه ايش قلت الله يهديك يا تعفت كذي جماعه الطيار عاد انت ما تخبرنا يا بحد بيشتغل توني تذكرت يا ولد الحلال بس سمعت كاسه باغه من برا تقول حرامي حرامي يا دخلت شو اخبارك ابوي تمام الحمد لله طمني عنك بخير وتبعد يا السوالف سوالف يا خليني اروح اشوف شغله لا يعني انت الله يهديك قبل لا تجي القهوه زين اتصل بي قول لي عمي مروان بوصل هناك قول لي تراني وصلت بس تعال شو ودشيت الله يهديك انت قلت لي على الوقت هذا ويت على الوقت انا ما عليه ابوي الفكره هي ان احنا دام في هذه القهوه قهوه النواخذه ساعات يا جمال تكون مع حد وانا اكون مع حد وعمي ما يكون موجود ساعات يا اخوي عسكم الله الوسخ يتم يطول على الاقل عندنا وليده ينظف ويجابل ويجابل الدلال ويجابل القلاصات والفنايين مو بزين مروان ها هذا ياهل صغير شو عرفه في السوالف بعد ما يعرف السنع يا رجل اي ياهل صغير شايف شنب ما على شنب الشنب احنا على بنقز على الشنب الله يهديك شايف شنب زي المشاهدين شنب شنو يطير يعني شنب هذا دمه حار تلقاه ما عليه واذا ياهل بيتعلم على يدينا العم يمع ان شاء الله يوم بيرد ما بيقصر وياه بعد ما يستوي ان شاء الله يهديك في قهوه من دون صباب شاي لا اله الا الله شوف انا مالي خص فيه بس اذا ما تعلم السنع يا ويلك خلي علي ابراهيم نعم ابوي مثل ما انتيت انا كسرت المطبخ شفته هي. الدلالة هناك والصحون هناك والقهوة هناك وقت ما نقول لك تعال تعال جوي وجب الناس وهات لهم القهوة ان شاء الله عمي شايف معصب زر تحين مو زعلان مني ما عليه بوس على راسه بوس على راسه لا 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 والله يبوسك على راسك والله والله يبوسك على راسك حلفتك الله لا لا بوس على راسك استسمح شوف الطاوة بعد اللي داخل في المطبخ بعد بوس بعد عارف بركة ما شاء الله بركة بركة بس انزين خلاص ما يستاهل 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 يلا ابوي ابراهيم هات له هات له قهوة يلا ان شاء الله عمي حليلك يا ابراهيم هذا ولد المرحوم خليل هي والله وصلنا عليه ابوه الله يرحمه الله يهديك يا مروان يا الصغير هذا شو عرفه بصب القهوه والسنع بيني والضيوف يفشلنا الله يبارك ترى قلت يا اهل الياهل يبون وقت ابوي لازم تعلمونه كيف يصب كيف يوجب الريايل بعدين خليه يدور لمهله يدور لشغله يشغله بلال هياته درب قبل علمه بعدين يجيب القهوه يا اخي كيف بدش اكاديمي هو الا قهوه هي الله يهديك على طول شلت الريال يتم ميدان الله يهديك شو قصد دلبه وعمره دخل الدوره الله يهديك خلاص ترى الا قهوه يصبونه ويجيبون لوادم لا اله الا الله محمد رسول الله زيختنا الله يهديك في السياره حرام حرامي حرامي يا ريال يا انت طالع شمس وانا ما نسيت جبت لك ديكور اليوم شو جبت لي جايب ديكور حق القهوه ديكور حق القهوه مسوي ديكور حق القهوه الله شو رايك الله بس تدري باكر بني بصبغ نصبغ شيء احمر اخضر لا 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 خلي كذي مع مع الديك مع الديكور المكان يعني ديكور تراثي يعني ايه شو رايك الله يا حلوه وايد ذوق صدق طبعا شيء اكيد مبين وتنقيت يعني من بد ايش اسمه لا اي والله متن هذا طايحين برا مقصصين مقصصين لا لا رجاءا رجاء جمال اسيت شكك في قدراتي واختياراتي يعني انت مسوينه كذي مش مسوينه انا مختارنا كذي جمال والله ذوقك عجيب مروان عموما اعزائي المشاهدين كل عام وانتم بخير اي كل عام وانتم بخير احنا الحين ما شاء الله وصلنا ل 11 يوم ان شاء الله في رمضان عموما مثل ما انتم شايفين ومثل ما انتم عارفين في كل حلقه نبتديها وياكم بسؤالين وننتظر اتصالاتكم اول باول لا تنسون سؤالين بخمس بخمسة آلاف يعني 10000 والسؤال ايضا اضافي اللي هو بقيمته 1000 درهم اسئلتنا تراثيه عن البحر وعن البر ما عليكم غيركم تاخذوا وقتكم تفكرون وتتواصلون وياهم نعم اعزائي المشاهدين اليوم طبعا يعز علينا ان ابونا يمعه بن حثبور الرميثي غير موجود يعني هو يعني الله يكون في عونه وعساه بس بالصحه والعافيه موجود في مهرجان ليوه للرطب واحنا اليوم بنستغل يعني الوقت هذا ندردش وياكم سوالف وياكم نعم. عندكم سوالف خبرونا عندكم علوم خبرونا وان شاء الله تعالى الحلقه طبعا احنا لا ننسى ان احنا في قناه بينونه اماراتيه والبرنامج هذا شفايه
ها؟ شو حد يقول؟ شو يقول؟ ما سمعت أنا. أنت يا صوتك يا صوت العود. ها. شو هذا؟ ما أدري شو قال. لا 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 عرفت عرفت شو قال. عرفت شو قال. لا 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 عندي عندي براويك أنا. بقول لك شو قايل ان شاء الله. عموما اعزائي المشاهدين لا تنسون الرسائل النصيه القصيره تلقونها مكتوبه على الشاشه وايضا ارقام الاتصال تلقونها موجوده. وايضا بالنسبه للرسائل النصيه القصيره بس لو نحب ننوه نكتب شين متبوعه بمسافه تكتب الاجابه ثم اسمك الثلاثي. في سؤال انا انطرح علي من بعض المشاهدين الا وهو قالوا الحين انتم تقولوا مثلا الشين بعدين سبيس سبيس بعدين الاجابه هل بين الاجابه والاسم في سبيس بعد ولا عادي؟ جماعة فوق بين الإجابة والاسم في سبيس ولا على طول ولا عادي؟ يعني أهم شيء السبيس بين الشين والكلام الباجي. حلو المهم سوينا طاف ما حد جاوب. في سبيس في سبيس الحمد لله الحمد لله كان في سبيس عندنا احنا هنا. بس جمال خلنا نتكلم وياك بأمانة يعني شو صدى البرنامج عند الشباب اللي مثلا من صوبك انت؟ والله شوف انا بصراحه جاتني اتصالات كل يوم تجيني مسجات وتجيني يعني لما ازور مثلا اليوم انا كنت في دبي ما شاء الله يعني معظم الناس الحمد لله مرتاحين وايد من البرنامج يعني يقولون احنا نبغي خفه الدم نبغي هاي الضحكه مالتكم العفويه نبغي مثلا المعلومه نبغي يعني في معلومات بطريقه وايد سلسه يعني مو متصنعين مثلا احنا قاعدين نمثل قاعدين نسوي وهذا اللي عايبينهم على فكره حتى اللي ما نعرفهم يقولون احنا يعني زين في البرنامج غير النمط الاعتيادي اللي هو يعني اثنين مذيعين وقاعدين سؤال وجواب وكذا احنا كسرنا هاي القاعده هي منظومه كامله يعني سواء مذيعين ولا اعداد ولا مخرج ولا ايضا خلف الكواليس والانتاج هي مجموعه متكامله الحمد لله لان يعني كل برنامج له ثيمته يعني اكيد اكيد احنا ثيمتنا غير احنا ثيمتنا يعني مع ان احنا يعني والشيء اللي وايد يعاتبونا عليه انتوا كنتوا تساعدونا الحين ما تساعدونا اي والله سامحونا يا جماعه الخير يعني كان وايد. ودنا ان نساعدكم ولكن يعني شاءت الظروف عكس ذلك الاخوان في الكنترول عشان نوع من ان الواحد يجتهد ايضا للفكره انت سالفه ان انا والله بتصل وبحصل جائزة ترى ما شاء الله الكل بيتصل لكن ايضا اتعب على الشيء اللي تبغى توصل له يا ابراهيم القهوه حول ولا قوه الا بالله بعد من اولها كذي ابراهيم نعم عمي اي نعم عمي هد عنك الانستغرام والتليفونات انت بعد عند انستغرام وتليفونات يا ابن القهوه الله يهديك في 2014 انت بس من نيتني خاصه ليش ما عندي انستغرام زعلان صب 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 حق عمك صب حق عمك استح على وجهك مروان شو حلم استغفر الله العظيم شو سوى ايش قاعد تسوي شو سوى بيود تدلب اليمين والفنيان باليسار حول ولا هذا سنه علم علمنا انت بالله يا اخوي بعد لازم تكون دقيق على سوالف طبعا هذا والسنه هذه اصول كيف تصب القهوه حق الرايي ما عليه ترى ما تشرب القهوه شو بتفرق الحين اذا اعطاك بيديك بيديه اليمين ولا بيديك اليسار بيفرق الطعم الحين من الاصول انه يود الدله بيد اليسرى والفنيان هذا يرتقل قاعد ما عليه ما عليه من الاصول اعزائي المشاهدين للشباب والصغار اللي ما يعرفون هاي المعلومه، هاي المعلومه كل حد يعرفها ما شاء الله، لكن صار الحادثه قدامي الحين يمسكون الدله باليسار باليسرى ويمسكون الفناين باليمين عرفت يا ابراهيم؟ هي عمي عرفت عرفت تراك تفشلنا الحين بعد باكر يوم ان شاء الله يوم العيد بين نسيت فشلنا قدام الاوادم ان شاء الله ما يمزرونه ما يمزرونه لا حول ولا قوه الا بالله مروان رد خليه يروح البيت يرضى لا لا ما عليه خليه يروح يشرب حليب ويرقد ما عليه لا ما ترد الريال ما لا لا ما ابغى ما يرد الكريم الا اللئيم يا جمال اي كريم وفي كرم هو عين ابراهيم هذا ولد مرحوم خليل الله يرحمه يعني ما عليك تعاطف تعاطفوا يا ليتام يا اخي ما يصير والله العظيم انا تدري ليش مقهور ليش ما ابغى اخذ الفنيان ليش مقهور؟ الحين لو كان عمي يمع هني وشاف الحاله تدري شو بيسوي شاف زلغه مو جاز لغنا نحن بعد جاز لغنا احنا والله اسمع ابو ابراهيم نعم عمي انت هني في قهوه النواخذ سواء بوجودي ولا وجود عمك جمال ولا ايضا عمنا يمع ان شاء الله من يرد من مهرجان الرطب بتعلم كل شيء لا تقول انا صغير وما افتهم وانا بتعمل لا تحملنا واحنا بنتحملك ان شاء الله ان شاء الله عمي ليش مبوز زي الله انا مستغرب يعني الحين هو يبغى يتعلم صح هي. مبوز هو الحين يدلع ولا ما يستوي ترد الكريم اللئيم يا جمال صح. انت لئيم انا لئيم انا كريم صب صب قهوة صبري 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 عموما اعزائي المشاهدين مثل ما عودناكم في كل حلقة لنا سؤال والسؤال قيمته ب 5000 درهم اسئلتنا خفيفة اسئلتنا تراثية ونقول شو خير شو ها حاط رمل في القهوة لا 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 عمي حرام عليك دارس الفنيان العين صافي ماي وايد لا مو خاطرة يا ريت ما صحة 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 بوس عمك بوس عمك على راسك بوس بركة بوس عمك على راسك ما باك تبوس راسي يا أخي بوس عمك على راسك إن شاء الله عقالك من النوع الغالي قول ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله أحسن 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 أقول بسني 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 أفا
خليه يروح داخل الله يبارك فيك. ان شاء الله. خليك خل عنك التليفونات يا ابراهيم. ان شاء الله. خل عنك التليفونات. ان شاء الله. ولا تصورنا واحنا ما ندري. شو تنزل في الانستغرام؟ لا ما عليك لا تخاف. هي اذا بتنزل قلنا عشان نسوي بوز. اوكي. هي بعد الله يديك ما تجوز نصور. ليش تطلعني كذي؟ يلا مع السلامه عمي. تحل. الحين تسوون بوز. بعد شوي بتقول تعال تعال بنصور سيلفي. يا حول ولا قوه. انت ليش ضد التكنولوجيا وضد التطور وضد انا ضد هذا المخلوق اللي داخل. ليش يا اخوي؟ غير يا ابن الحلال. هذا ريال يتيم ولد يعني ولد ريال عزيز عليه النار. ابوه ما عليه عزيز وغالي. ما عليه هالولد اذا احنا ما قمنا بالواجب منو بيربي؟ منو بيجاب له؟ منو بيعلم السنع؟ مو احنا ما شوف ايش قاعد يدلع ماد البرطم كذي. ما عليه عيال هالوطن يدلعون شوي ويبون يسرون سناتر. انا بالغصب يبتهني والله عشان يتعلم هالسوالف. شوف ما تمهيت. شوف انا بقول لك بصراحه. قول لي اذا ما نفع اليوم لين اخر الحلقه لا تبي مباشر. انا اقول لك ان شاء الله لا بيثبت وجوده ان شاء الله ابراهيم وبتشوف انه من احسن القهوه من احسن وبيغسل كل شيء وبينظف بيته في المكان. انت ما تعرف ابراهيم شو هذا يقول لك مخمس في سناتر دبي كلها غازل. خلص سناتر دبي الحين سناتر ابو ظبي يحوم خلق الله تفطر انا اقول الله اكبر ويسحوم في دبي مول. شو يسوي غازل؟ حول ولا قوه الا. واليوم قبل التعاون ها ابراهيم وين انت وصلت للناقه والله في دلمه مول. شو تسوي دلمه مول انا ابو طير ما يطير حتى اللي يداومون هناك مو مداومين يوم شو اسمه صغاري صغاري. اي والله حتى حاب اسالك قهوتكم حنا قهوه هاي قهوه النواخذه فيها واي فاي؟ اي واي فاي حبيبي احنا عندنا زاجل للحين. اي زاجل عندك رساله عندك شيء الحمامه حول ولا قوه الا بالله لابد من الواي فاي اذا تبغى تكمل حياتك الله يهديك حبيبي. احنا يا اخي احنا نبغى نرجع للماضي الجميل يا حلو مروان. حلو الماضي حلو الماضي الجميل حلو يكون عندنا احنا مرجع التكنولوجيا لابد منا علوم التكنولوجيا كيف الحين بتتواصل ويا الناس كيف الناس بيشوفونا في التلفزيون. ما علي ما حبيبي شوف لا تخلط هذا بهذا. لا لا انا ما اخلط زين احنا يا لا تقول لي انا اخلط وانت ما تخلط انت تخلط وياي. شوف انت بعد تخلط راه انا اخلط. شوف اذا انت تخلط وانا ما عليه بس خلطي عن خلطك يفرق. لا 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 خلطي انا غير عن خلطك. شو دراك انت؟ لا 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 خلطك انا شفته. شاف خلطي انا؟ نعم شاف خلطك انت. لا لا هذا تجاوز على حقوق الخلط. لا لا حبيبي شوف لا لا تجاوز حقوق الخلط خله حقه ما عليه هذا تجاوز في خطوط الخلط التخلط. عموما اليوم ما احنا نخلط ونخربط المشاهدين نقول يعني الحين لحظة عقب كم سنة صدقوا من الأخوة في الكترول عقب كم سنة عقب 10 سنوات يقولون الله عقب 50 سنة بيقولون يا الله تحيدون أيام قبل أيام الواي فاي. إيه صدق إيه؟ هالكلام صح. أنا معك هذه الخلطة أنا مو معك توك ضد. لا أنا مع ما عرفنا لك ضد ولا مع. عموما أعزائي المشاهدين ما نبغي خلني أقول حق المشاهدين أذكرهم شوي بالأرقام بالهذا كله عندك كفاية عندك كاميرا بروحك حقك. أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير في قناة بينونة في برنامجكم يا الشفاية. حبيبي كملنا نص ساعة وانت الحين توك ان شاء الله ان شاء الله بس لازم يا اخي التكيت كملنا نص ساعة وياس يقول المقدمة بروتوكول البرنامج يا مروان الله يذكركم خير. اذكركم اعزائي المشاهدين بارقام التواصل اللي يبغى يتصل فينا على 02-50-60-666 وعلى رسائل نصية من الاتصالات 5085 ومن دو 2140 والايميل شفاية @بينونة.ae بالانجليزي لا حول ولا قوه الا بالله. بانتظار اتصالاتكم اعزائي المشاهدين ونبتدي وياكم بالسؤال الاول لقيمته 5000 درهم اماراتي. اين تقع جزيره الحيل؟ اين تقع جزيره الحيل؟ هل ولا نقول الحين الاختيارات نقول ما شاء الله في اتصال ما شاء الله على طول. فاطمه من وين؟ فاطمه هلا هلا ايش حالك اختي؟ شارجه من الشارجة. هي نعم ايش حالك اختي تقولي من الشارجة؟ فاطمة ركزي الله يهديك. اول اتصال انت عاد هلا هلا فينا نحن توك فاطرة يا فاطمة تساعدونا ولا ركزي اذا ما قلنا السؤال الحين عشان نساعدك يا فاطمة لا حول زين ولا يهمك يا فاطمة معلش من مروان انا موجود افا عليك. يلا يا فاطمة اين تقع جزيرة الحيل؟ هل في منطقة العياي او في منطقة المرفأ؟ فاطمة تسمعني؟ دائما 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 خليك في الطليعه دائما خليك في الطليعه. قول في ولا في العياي ولا المرفأ؟ العياي ولا المرفأ يا فاطمه بسرعه؟ المرفأ. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا فاطمه. إن شاء والله الله. شكلها صح ها شكلها غلط. ايش دراني يمكن صح يمكن غلط. غلط يمكن غلط. ايمن من دبي مرحبا يا ايمن. نعم ايش حالك؟ الحمد لله بخير. طمني عنك يا اخوي ايمن. الحمد لله. الاجابه اين تقع جزيره الحيل؟ في مرفأ. في مرفأ ان شاء الله ان شاء الله تكون
ان شاء الله ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه يا اخوي ايمن. والله شكلهم الحين قبضوا وعد الجواب. خلاص الحين من يقول اول واحد الجواب كلهم بيقلدونه. منو معانا؟ عمر. عمر من دبي. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ حالك ايش حالك اخوي مروان؟ ايش حالك؟ هلا الحبيب. هلا عمر. هلا هلا سلام عليك. سلام. انا اسمي جمال حبيبي. ترى قال ايش حالك يا جمال؟ ما سمعته. لا لازم تسمعه. والله انت عندك مشكله انت في هذا في الايربيس. عمر المهم مروان يسمع. الله يطول لي يا عمرك. انا بروح يا جماعه خلاص. عمر عمر خلنا نتلاقى. انت وين؟ انا بيك. وين؟ اقول 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 كمل يلا يلا بتلاقى وياك بتلاقى وياك. كمل 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 البرنامج. كمل جمال. لا والله كمل كمل كمل. يا جمال كاصبر انا كاصبر. ما حد ما علي يا جمال. ما علي ما علي عمر. زعلت ترى يا اي يوم احنا اي يوم الحين؟ ما علي الحين ما شاء الله 11 يوم انا بيحنطوني في هالبرنامج ولا حد شافني للحين. ما علي جمال. ما علي جمال. هدي هدي هدي. شو تسوي انت؟ هدي جمال. اعزائي المشاهدين جمال عمر الله يهديك. زعل جمال عين بعد الحين. عمي يمعو روح وجمال روح. بتمنى يمنو خليك يا هذا وليده اللي داخل وليده بعد لما هذا اخر شيء بيروني انا وبيتم روحاني. عمر سمعت السؤال؟ بيتم ويا القطاوة تت وتت. عمر أين تقع جزيرة الحيل؟ في منطقة العياي أم في منطقة المرفأ؟ المرفأ إن شاء الله. إن شاء الله إجابتك صحيحة. وليش قلت عشان كنت بتقول إن شاء الله إجابتك غلط؟ لا لا شجع أسلوبك علشان ما يغير عشان ما يغير الجواب يا أخي. فعلي عمر عمر أنا بتلاقى وياك إن شاء الله أول ما أرد دبي. فاروق من عيمين. من عيمين. لو سمعتوا كيف فاروق من عيمين. السلام عليكم. حبيبي كايزر الله. هلا يا اخي. كيف حالك شباب؟ مرحبا فاروق. ايش حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. طمني عنك. الو الو معاك سامعينك حبيبي. اين تقع جزيره الحيل؟ هل في المرفأ ان شاء الله؟ في المرفأ ان شاء الله. ان شاء الله. لا اله الا الله. ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه يا اخوي فاروق. الله يا محمد. شمسه من دبي. شمسه شمسه سلام عليك. عليكم السلام. حاج شمسه. نعم شمسه. شمسه هلا. تشوفيني انا؟ ايه واضح. ايه الحمد لله رب العالمين. يعني انا موجود يعني. لا اله الا الله. ترى البرنامج تقديم مروان عبد الله وجمال السميطي. ما عليه ما عليه تشوش المستمع عشان لا اذكرهم اني انا موجود. يعني شمسه عليك مني انا وخليك من جمال. سمعت السؤال؟ ايه سمعته. اعطيك خيارات؟ نبغى غمزاتك مروان. ها؟ نبغى غمزاتك شرات كل مره تغششنا. هذا مو مو بغمزات العوره هاي. ها العياء ولا المرفأ؟ بعطيك خيارات شو رايك؟ ولا عندك الجواب؟ العياي ولا المرفأ؟ ها؟ المرفأ؟ العياي. العياي ولا المرفأ حين؟ لا العياي. يلا وين العياي هذه؟ ترى الحين اللي انت لو تعرفين اللي في الكنترول شاس يقول لي هذه بتنقلك. المهم انت قلت العياي. قالت العياي. يمكن المرفأ يمكن المرفأ يمكن العياي. المهم احنا اعطيناهم خيارين. هيفاء من الشارقه. سلام عليك اختي هيفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك اختي؟ الحمد لله بخير. طول لي بعمرك. سمعتي السؤال؟ هي سمعته. وين جزيره الحيل ان شاء الله؟ ان شاء الله. الله وين؟ في المرفأ. في المرفأ ان شاء الله. متأكدة من الجواب؟ انا اقول لك غيري. لا ان شاء الله المرفأ. ان شاء الله ان شاء الله. لا تلوميني بعدين. المهم ناخذ اتصال اخر. عائشه من عجمان. عائشه من عيمان. عجمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. عائشه المرفأ ان شاء الله. ايوه عائشه. قبل لا جابين شو فطرتوا اليوم؟ اليوم الموجود. لا يعني شو يعني نعرف الحمد لله كل شيء موجود بس شو يعني فطرتوا شيء يعني الطبق الرئيسي يعني هريس 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 وايد كل يوم نشوف هريس شيء غريب. شو شيء غريب يعني شو بيك حصى يا ريال يا انت سمعتي سؤال عائشة الله بارك الله فيك قالت والله خبرينا شيء غريب ماكله. شو ماكله؟ يقول كوكونات مع هذا. لا احنا ما شاء الله المواطنين نحط كل شيء وما ناكل شيء واحد. اي والله بالعافيه عليك يا اختي عائشه اقلبكم. الله يطول. يعني نبغى نعرف شو فطروا هسه باكر يبونا فطور هني شو ما يسوون. ها انت شو سياستك؟ طيب والله. ايوه تعال. لا مو بنتي احنا بنقول حق القناه انتم شو فطرتوا عشان يبولنا ماي يا ابراهيم ماي
ايش بلاك مروان ماي ما عقل. خلني اكده. شو مشكوره عايشه؟ مشكوره عايشه. تعال ما جاوبت. تعال كيف ما جاوبت عايشه؟ المرفأ توكل على الله. عايشه غير يا عايشه. ماي ابراهيم خلنا كده. هذا كده كد انا ما يخصني. ماي ابراهيم حقي وحق عمك جمال مو ان شاء الله. هو ماي بارد يا عبيب ماي حار. منصور من العين. منصور من العين سلام عليك اخوي منصور. الو مرحبا المنص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك يا منصور؟ رمضان الفضيل عليكم ان شاء الله. علينا وعليكم, وعليكم ان شاء الله يا منصور. منورين الشاشه والله وجودكم ومشاهدتكم لنا يا اخوي. طول عمرك ان شاء الله. جزيره المرفا منطقه المرفا ان شاء الله. جزيره الحيل في منطقه المرفا ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه يا اخوي. لحظه لحظه خليك ويانا. ها شو خليك ويانا؟ ابو عبد شو فاطر اليوم؟ انت شو تباب شو فاطرين مش مفاطرين؟ خلني اسمع قبل يا اخي. الله يهديك. انا بوصل لهدف معين يا اخوي. برنامج تراثي مو برنامج مصحه. ما حل والله العظيم تكون برنامج مصحه. شو ماكلين شو فاطرين؟ ترى شوف احنا هنا الجماعه في القناه مو مقصرين. كل يوم يبون اكل بس يشوفون احنا ناكل ساعات ساعات ما ناكل. يبون شيء احنا نبغي. فانا بعرف شو لك شو يعني. هاي شحات اسم. شو هاي شحات؟ ما بشحات. لا تشحت. لا تشحت جمال. يعني الحين شوف يبون ما شاء الله هريس يبون خبيص يبون عيش يبون. انا يعني اقول يعني لو يسوون مثلا لوبستر ربيان. لا والله قباقيب. ايه ها ما شاء الله. احنا اشياء مثل هاي. لا والله. يعني مثلا شو اسمه ربيان بوب كور. ايه كافيار. كافيار بعد يبون كافيار. يا سلام. سيمون في ما يسمونه. هذا ما شاء الله. سكالوب بانيه مثلا. ايه يا احنا عقب الشك اخر ليل الضغط يرتفع سكري. الله يعافيك مروان. الله يخليك. ليش قطع ارزاق؟ لا لا, لا 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 انا بخاطر سي فود. اي سي فود يا عمي انت ما تنطقها صح. شو حول ولا قوه السي فود. سي فود. سي فود. انزين ما عليك. سي فود يعني شوف اكل. ها ترجمتك. يلا تفضل. سي فود يعني شوف. سي فود صح. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا شو بس يا اخي وين الماي؟ خليه بالماي. يا ولد حول ولا قوه. انت بعدين اصبر على الولد يا اخوي. ما استوي تجي تكد يا ريال. ساعتين الحين بخلص البرنامج. ما عليه الحين. احنا يوم سوينا هالديكور ما قلنا ديكور تراثي. الديكور التراثي فيه ثلاجه. استغفر الله. ما في ثلاجه هاي كل الايام. ما في ثلاجه. ليش يبال الماي يا مروان؟ شو يدفنونه في الارض في الشتاء عشان يظهر لك ايام ثلج؟ اعزائي المشاهدين يعني سامحونا يعني اليوم صراحه يعني هذا الانسان عندنا مكالمات ولا بدون مكالمات؟ ما أدري. عندنا مكالمات. ما ادري شو ما ادري الحين. يا الله يوم يتدلع. يا الله ايش قال متبوز وايش قال. الو دوكم. الو منو ويانا؟ الو بلاكم انت شنو بلاكم كلهم. هلا هلا صدق شو رايي والله يا هلا مرحبا مرحبا مرحبا. انخش لا يشوفك انخش. تعال يبي مرحبا الوالد. خبروني بس ما تزعلون كمان تلعبون. سامحنا يا الوالد. هذا اول شيء جايب واحد صبي ما يعرف حتى راسه من ريوله يصب قهوة. ثاني شيء قاعد يدلع علينا ويمد بوزه. شو تباني اقول له؟ من ايش شك خلق الله يشكون منكم. لا يا ريال ان شاء الله ان شاء الله طال عمرك. العصام مو موجود اليوم. عش يسوي لكم بعد يوم ظنيت اني بخلي ريايل اقوي مع بخلي ناس اللي يضربون يضربون. خلاص يا ابوي انت طمنا عنك. طمنا على احوالك. ايش حالك؟ تمام الحمد لله. شو الاجواء عندك هناك في المهرجان؟ ما يحتاج في المهرجان. انا بعدي توني ساير في قصر الشيخ. ايه مبسط ما شاء الله هناك. الجو غاوي واحنا جالسين هني مفتقدينك. لكن بعد مره من المشاهدين يتابعونا. لا واحنا جالسين عاد شوف فرق الثرى والثريا. راح عم يمعه وياينا ابراهيم. لا اله الا الله. ياينا وليده جايب لنا اليوم. يا بنو علموا قولوا لازم يقولوا الدله باليمين ولازم باليسار ويقبل الغنيال باليمين ولازم. ترى اقول له انا ومروان لا خله شوي بيتعلم. اقول له خليه يتعلم ويجي. لا ما يصير الله يهديكم. ما يصير. اقول له لا تجيب البرنامج وهو يتعلم على حساب الناس وعلى حسابنا وعلى حساب. لا لا لازم يتعلم. لازم يتعلم يا اخي. علمه في البيت. زين عمي قبل لا تسكر تعطينا سالفه سويلفه صغيره كذي. ها ها شو سالفه تبون نلعب حوين. لا زين بتعد لنا قصيد ان شاء الله. الحين عندكم قصيده. الحين ما في قصر. يلا تفضل. يلا هالعذر هذا هالعذر
سلامي سلامي للمتواجدين كلهم هناك، وسلامي للشيخ الله يطول بعمره يا عمي يمعن. وعندك حبيبي الله يسلمك. وتابعونا وتابعونا اذا في شيء زل ولا زلتين سوي تليفون وش خلص خال. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا الوالد. الله يحفظك ويحفظ الجماعة اللي عندك وشيوخنا وحكامنا كلهم يا رب العالمين. مروان انت تصيح، انت تصيح ولا تضحك؟ تولهت علي يا اخي. انت حين صدق تصيح؟ تولهت. والله التمثيل، تمثيل في دمك. يا جماعة الخير اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل قصير جدا اقل مما تصورون وراح يا اخي قول فاصل بدون ما تشرح، فاصل ونعود يا اعزائي المشاهدين. لا اله الا الله، هذا اللي ما يخليك فاصل ويشرح فاصل و وعدنا اليكم اعزائنا المشاهدين في برنامجنا. ايه ايش بعد عدنا اليكم اعزائنا؟ انت ايش مال سنك هني؟ اتعلم. حط الاوراق هني، حط الاوراق، خذ الكلاصات دش داخل. ها بلاك هذا صوره بعد على بوت الواحد من يصير الادب على طول تضاربون. يا جمال شوف فيك الله يهديك. تعال شو مسوي الحبيب؟ شو مسوي؟ الحين هذا شو شغلته هني؟ مو بيصب قهوه وينظف المكان؟ زين جالس اللي هني الحبيب متفزر. أعزائي المشاهدين عدنا إليكم. يا أخي خلي يتعلم، خلي يتعلم أي مهرخ قبض إياها، خلي يستويم قهوي على مذيع على شو اسمه. الله يهديك يا جمال. خلي يقدم برنامج، خلنا نروح نحن. أنت ضد الدافع المعنوي. أي ضد الدافع المعنوي؟ ضد المعنويين. هذه كسر معنوياتنا. لا لا أنت ضد، أنت ما تساعد الشباب، ما تدعم الشباب. استغفر الله. وقف برا خلنا ندعمك. ها توكل سير الله يخليك. شد ولا لا اله الا الله. على عمك بوس على راسه. بوس على راسه بركه. بوس على راسي ما ابغى بوس على راسي. بوس على راسه. بوس على راسه يا ريال. بس يلا مع السلامه. اي مع السلامه. بتصير شغل عندك الله يهديك. ان شاء الله ان شاء الله. الله يهديك يا جمال. ليش ضد الشباب؟ ليش تحارب الشباب يا اخي؟ بالعكس الواحد لما تعيب الشغله اطور من مهاراته وادواته. ما عليه بنطور يا اخي، بس كل شيء اصول. دش في نص البرنامج على مسار جمال. انت اول ما دشيت المسرح ما كنت كومبارس؟ كنا كومبارس. ما كنت كومبارس؟ انت ما كنت كومبارس؟ انا كنت كومبارس. ما شلت ديكور؟ شلينا ديكور. صبغنا. صبغت. وشلينا. عقب حطينا. ما عطوك دور ثانوي؟ عطوني دور ثانوي. عقب ما اخذت دور اول؟ دور اول. عقب ما حصلت افضل ممثل؟ حصلت افضل ممثل. عقب ما استويت مذيع؟ استويت مذيع. ها. بس ما حصلنا اكل ناكله تدري. اي والله العظيم. هذا كله؟ ما استويت مذيع؟ سوينا مذيع. لو ترجع للبدايات ما بتكون شرات ولاده وبره؟ اعرف يا ابن الحلال اعرف. انت ما تقول قبل غير والحين غير، خلي يتعلم بس بطريقه صحيحه. شو قال قبل غير والحين غير؟ داش الحين دا الله يبارك فيك دش خذ الاوراق وخذ هذا. اعزائي المشاهد ما يعرف ما عليه في سر هني؟ مو بشيء، بس هو مكانه غلط، مو بهني مكانه. انا وانت مقدم البرنامج، هذا جاي يشتغل في القهوه. انا ضد هذا التوجه اعزائي المشاهدين، وبالعكس انتم لازم تاخذون بيدين الشباب وتعلمونهم وتوجهونهم الى الطريق الصحيح. وقول لنا رايكم ايضا على الايميل، ان اليوم اذا الشاب في سن ابراهيم ولا غير ابراهيم، سن الشباب او سن المراهقه، ان الواحد تكون عده مواهب وعده شغلات يبي يسويها في ان واحد، لكن الواحد ياخذ بيديه يوجهه للصوب الصحيح، وفي النهايه يثبت على الموهبه اللي عنده ويسقلها ويطورها. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد لا لا سوي لا 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 لا, لا ابتسم يوم بتقول. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. طبعا أذكركم بالسؤال الأول اللي كان، أين تقع جزيرة الحيل؟ هل في العياي وين أم المرفع؟ أنت قبل كنت فرسوم؟ ها؟ كنت فرسوم تحركها قبل؟ لا ما كنت فرسوم. شوفي أحبتي أسولف يا مشاهدين سؤال. والله تحيط صقور الأرض. هلا يا سؤال ما لا يا خسلوبك. بعدك يا ابراهيم الجفير. يا ابراهيم شوف ما شاء الله عليه هبريح. 1 2 3 4 5 6 7 اقول ثمان. يوم بيجي قومني يا مرقد. نعم عمي ما شاء الله عليك 14 ثانيه وباكر ان شاء الله 12 ورا باكر 10 وباكر ثانيتين يكون موجود هنا. صحيح. ها صحيح. غششت حد؟ ها حطيت اسم حد من اهلك؟ ها قول الصدق. لا ها ما من 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 حواجبه هو صراحة. لا أنت جديد. لا 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 جديد جبت في المكان اللي عمره من حواجبه. شوف من حواجبه كذاب. قول الصدق. انت الله يهديك اعطيته في المكان اللي عوره. قول الصدق. صدق من شفته؟ من عرفت هذا الانسان؟ ما يضحك يبتسم ولا حزين؟ حواجب ثابتات ما يتحركون. لا تطلع عليك. لا تحرك وايد جسمك. لا تحرك وايد. الكاميرا صارت وردت صارت. شو تسوي؟ عطنا الجبير. عطنا عفوك جبار. والله يضحك ولا مريض؟ والله جد يا اخي.
شوف ما شاء الله الحين لسانك. شوف ما شاء الله قاعد حبيته الحين انت. لا يا اخي ما حبيته. ليش ما حبيته؟ وايد كبير هذا. اعطني اعطني الجميل. لا والله والله جد جد هذا انت حاف حاف الحين حاف بعد تحبد. لا 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 شو شقا بعد الله عمي. هو المفروض يسوي شيء لانه يعني وايد ما شاء الله بس لا بس خلقة رسم يا ريال. لا لا خلقة ربك خلقة ربك ما شاء الله. لا رب العالمين وعنده فرازات زايده ما شاء الله ابراهيم. زين حبيبي في الشرف روح المطبخ شو اسمه قصدي روح المطبخ روح المطبخ شو اسمه جهز يبي لنا ماي بارد. يبتوى خير يا طيب يعني ما تمر ثاني هاي مستي على وجهه. لا تناقش الزبون. اي زبون؟ انا زبون الله يعديك يا مروان انا صاحب المكان. اسمعني ابراهيم. نعم يوم بي الضيف وجبه لا تقول له توك شارب توك مصارط توك هذا ما يستوي لان بيصكك براشدي هني. لا تناقشه. لا والله ان شاء الله عمي لان اللي كل يوم هني ما شاء الله عليهم ريايل كبار يعني انا اصغر واحد بيني وبين جمال 20 سنه فيعني لا لا تاخذ وتعطي وياه. زين ابوي زين ابوي اذا انا اكبر من مروان 20 سنه اكبر من كتب كم 50 سنة. زين أبوي؟ إن شاء الله عمي. سير حبيبي. اسحب اليوم بركة. اليوم دام هاي البراءة والله تسوون زوم على هالبراءة. يا ريال. شوف براءة. براءة إبراهيم. براءة طالعة يا ريال مال هذا. ما شاء الله أنتم والله العظيم هذا يا جماعة هذا شيء هذا جد. شوف كاميرا واحد خليه يشوف كاميرا. شوف كاميرا واحد. شوف البراءة. ولا طش. تحب الرسوم موكا موكا؟ يا جماعة ما شاء الله عليه. جيل اليوم والله العظيم يا جماعه يعني يعني مواليد التسعينات ما شاء الله فيهم طول والله صح يا جمال صح صح عكس 87 فيهم طول وعافي ما شاء الله عكسنا احنا 12 سنه طالع 12 سنه طاع كف يديه ما شاء الله طول الزراف طاع تقول هو يدي وانا شو اسمه طاع هاي يد والله عليكم عموما ابراهيم بيدك ان شاء الله تسحب لنا هاي بيدك اليوم لا بيسحب لنا بياخذ هذا بحواجبه لا لا مو بتغرف مو بتغرف لا لا يلا اسحب ابراهيم يعني حط ايدي واختي اسوي ايه لا لا حط حلجك داخل واسحب حلجك ان شاء الله أكيد بديت يعني إن شاء الله بس بس هذا عط جمال عط جمال شو هذا ود هذا داخل يوم برزقك حق الجفير الثاني وسي خبي بوس بوس عمك على راسه لا إله والله والله تبوسه استغفر الله العظيم يا أخي بسني بسني بس 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 حبك ربك حبك ربك حبك ربك ربك إن شاء الله يلا نعلن عن الفائز السؤال الأول ولا واحد صح شو شو ولا واحد ولا لا واحد لا, لا ولا واحد من المتصلين جاوب صح ولا واحد ولا واحد من المتصلين جاوب صح واحد بس واحد وان شاء الله طبعا هذا طبعا الاجابه هذه عن طريق الاس ام اس الفايز الف 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 مبروك شوف شو فيك تأشر مثل ما قال شو قال زينو ما فهمتوا بالإشارة أنا قاعد هو يقول وأنا أشر قول عيد يلا قول فهموا عادة قول 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 اللي قاله شو قلت أستاذ؟ إيه؟ يلا راحت علينا راحت علينا فاتت سقطت سهوا عموما الإجابة أي نعم إحنا هاي هذا تنويه بس أخوي مروان شو التنويه؟ التنويه طال عمرك أنه يعني إحنا ما ندري ليش المتصل الأول إذا قال إجابة كلهم يعلقون على نفس الإجابة كلهم يقلدون ما يستوي بارك الله فيكم كلهم غلط كلكم غلط كلكم غلط أي نعم الإجابة كانت في منطقة العياي العياي نعم منطقة العياي نقولكم غيروا غيروا ومو بالمرفأ جزيرة نعم. الحيل أعلن عن اسم الفائز الفائز ألف 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 مبروك علياء سعيد آخر أربع أرقام من الموبايل 4004 ألف 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 مبروك الأخت علياء سعيد 5000 درهم تستاهلين. مقدمة من بينونة تستاهلين تستاهلين حلوة قلت لي أنا يا أخي ليش ما اسم معلق رياضة وتفكنا ما اعرف صادق ما انا مالي في الرياضه عيد توك يا اخوي تسكساي تسوي لي اداء مختلف جمال اثبت على شيء واحد حبيبي عشان تتعلم انت ما ياهني تتعلم اي طبعا تعلم الاداء لا جمال اتكلم عن نفسك لو سمحت انا ريال بروفيشنال شو اي بروفيشنال اخوي جمال شو يعني تيار تفضل ما مذيع ما يعرف بروفيشنال عموما اعرف يعني عارف محترم جمال, جمال لا تقاطعني لا تقاطعني جمال انا اسف لا تقاطعني جمهور يعني اللي برستيجي جمال كاميراش كبرى ميديم ماخذيني لازم تدش على ميديمي خليك على ميديمك مديمي مو مديم عادي مديم كنت مديم عادي جمال خلي يا مديمي اعزائي المشاهدين انا اعزائي المشاهدين السؤال الثاني يقول اين تقع جزيره النيسه اين تقع جزيره النيسه ولا النيسه هل في ولا بنقول الاختيارات بدون الاختيارات بدون بدون الاختيارات بدون الاختيارات بدون الاختيارات ما شاء الله عليكم بس اذا حد طلب ولا هذا منو اذا حد طلب اختيارات بعد ما نعطيه على حسب على حسب على حسب على حسب مود المتصل اذا محمسنا بنعطي خيارات اذا امنه من الفجيره سلام عليك اختي امنه
خفي على صوت التلفزيون. مروان شو تسوي تدور نمل؟ شايفي؟ مرحبا آمنة قصرتي؟ يا مرحبا بعدين تقول دول. مروان مرحبا أخي مروان. الإجابة يا أختي آمنة. أين تقع جزيرة النيسة؟ وين؟ آمنة تبين خيارات؟ والله يا ريت حمسينا شوية. هي جزيرة شنو؟ ها؟ جزيرة شو؟ النيسة. جزيرة النيسة أو النيسة؟ النيسة. ما عليك أمر بتعطيني اختيارات؟ لا لازم تحمسينا شوية. في جزيرة جنانة أم في جزيرة صلاحة؟ الله يهداك. جنانة ولا صلاحة؟ إيه نعم. صلاحة أم جنانة؟ جنانة ولا صلاحة؟ البارحة بعد كان في سؤال جواب جنانة. إيه نعم. واليوم إن شاء الله هم بعد يعني متواكم الجنة. وين؟ يلا يا آمنة. يلا آمين. وين؟ جنانة بإذن الله. جنانة بإذن الله توكل على الله إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا آمنة. إن شاء الله. نبغى اتصالات تحمسنا. لا من مين؟ لانا. لانا من مصر. من أم الدنيا. شو تدور؟ ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور والسرور. بحبكم أوي يا مصر. أنا بحبكم. أنا أموت فيكم. أنا أكثر وأكثر. الله يخليك زيك. معكم لانا من الإسكندرية مش القاهرة. أجدع ناس والله. أنتوا أجدع وأجدع يا شعب الإمارات. راح أقتلك. إيه تقتلني إيه. أنا بحبكم جدا جدا. وإحنا بنحبك أوي 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 أوي. شعب الإمارات كله جميعا بخير. الله يخليك ويطول بعمرك. تكلمتي إماراتي شوية مصري يخرب. إحنا عاوزين بس نعرف حاجة. البرنامج صدى البرنامج عندكم في مصر عامل إيه؟ عامل ضجة كبيرة. ضجة كبيرة؟ وانت بتزعق. أيوة. وهو جمال بيزعق ليه؟ لا علشان انتوا بعيد قوي. بزعق علشان صوتي يوصل لكم. وانت بتكلم لهجة الفلاح ليه؟ ما هو كده. ايوه سمعت السؤال يا اختي؟ لا مش يا اختي. ممكن تعدلي اياه؟ اين تقع جزيرة النيسة؟ هل في جزيرة صلاحة؟ ام في جزيرة جنانة؟ انتوا رايكم ايه؟ احنا بقى ايه بقى؟ انا بقول جنانه ما بعرف. وانا هقول لك روحي والقلب داعيلك. سلامي لاهل مصر. مع السلامه. سلمي لي على اهل اسكندريه حبه حبه. ايش كيف سلمي على اهل اسكندريه حبه حبه؟ لا الا لحظه قبل العادل قال سلمي لي على اهل اسكندريه حبه حبه. هي ايش قال اهل وحب؟ مو بحب حبة حبة يعني واحد واحد يعني شوي شوي حبة حبة واحد واحد. لا يقول شيء غلط ويناقش. يا أخي أنا أتكلم بالمصري. تعرف مصري؟ لا قلت غلط. أنا قلت غلط؟ نعم قال لي ما عليه. قال لي كلا ربيعي في الكنترول صديقي كلايزرر. منو؟ كرايسلر؟ كلايزرر سيارة مو بصاحب. هو في الكنترول اسمه كلايزرر ما شاء الله. موديل عادل. سلام عليك أخوي عادل. السلام عليكم. حالك؟ مرحبا. مساء الخير. مساء النور والسرور. طمنا عنك مروان. ايش حالك؟ الله يطول بعمرك يا عادل. شو اخبارك؟ جمال. ايش حالك؟ خير. طيب حالك؟ الله يسلمك. الله يبشرك بالجنه ان شاء الله. قول امين يا بطاريه. امين يا رب ياكم ان شاء الله. سمعت السؤال يا اخوي؟ سمعنا السؤال. وين عادل اللي جابه؟ عاد عيد عيدنا الجواب بس. شو جاب عاد شي؟ اين تقع جزيره النيسه؟ هل في جزيره جزيره هل في جزيرة جنانة أم في جزيرة صلاحة؟ والله بنتوكل على الله. جنانة. توكل على الله. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا أخوي يا عادل. شكرا لك. شكرا لك. من ساعة الجواب الأول كلهم. شو تدور مروان؟ تحسسني إن يعني في ذباب وحشرات. في ذباب. في ذباب. يعني صدق؟ هي. قول. لا أنا أقول يعني السؤال الأول يعني المشاهدين كلهم قالوا المرفأ. واحد قال المرفأ كلهم قالوا المرفأ. الحين واحد قال جنانة كلهم ياسين يقولون جنانة. فرج مروان ذبحنا يا جماعة الخير. في بعوض يا جماعة. يبونا رش فليت ولا شيء. خلنا نرش هذا باكر من باكر. باكر تجيب خلي وليدو هذا مالك يجيب هذا. لا جمال ولا حطها الكهرباء اللي يزخ الحشرات. فاري من أبوظبي. سلام عليكم يا أخوي فاري. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شو حالك يا أخوي؟ طمنا عنك. الله يسلمك. مشرقكم حالي وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلام إن شاء الله. وين تقع جزيرة النيسة يا أخوي؟ نقول إن شاء الله جنانة. إن شاء الله في جنانة. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا أخوي. إن شاء الله. إن شاء الله. سالم بوغنيم من أبو ظبي. سالم.
السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته. شو الحاج, الاخبار؟ الله يطول لي بعمرك يا اخوي. ناخذنا اليوم, ناخذنا يا اخوي, مو موجود اليوم, ناخذ ما ناخذنا يتمنا اليوم, روح يتمنا وسار عنا مهرجان الرطب. اي والله, خلى الرطب الهني وساف جاب ان شاء الله. الله يرد بالسلامه. الله يسلمك. سوالنا تلفون عاد ما قصر ولا تواصل ويانا اليوم عمي؟ ما قصر. والله سمعت انا صوت بس ما لحقت عليه شويه. لا لا, هو مطرش العصال الحين دليفري. سمعت السؤال يا سالم؟ والله يا اخوي سمعت السؤال. انت شو تقول الحين السؤال, جنانة ولا صراحه؟ والله شوف شوف, انا بقول لك انا مستعد اجاوبك اذا الخمسة الاف من نصيبي بجاوبك. من نصيبك, جاوبني من نصيبك. وانا اقول على فكره زين نص بالنص. لا لا, انت جاوب. وعلى فكره السؤال مخادع شويه, ان اين تقع جزيره النيسه؟ هل جزيره في جزيره؟ النص بالنص مروان. والله النص بالنص. اذا 2500 بشتري فيه بكم غتره وكم وزار وفانيل وعقال؟ وعسكم الله نعال. دوك حسبها والله. ايه بعد تعال, النعال غالي يا اخوي سالم. يا اخي لازم تروح تشتري ماركه. اشتري يا اخي. لا لا شو بلبس الصنادق. اشتري بلبس صندل من تايلاند. من تايلاند خليه مولك يا ري. من تايلاند تلبسه يوم تظهر فيه بس تخلص ما ينقطع. ما سوالك اذا يلا قول لي جنانه ولا صلاحه. انت صح, روح انت صح. شو انت صح؟ انا اقرا افكاره. اعوذ بالله. ما تعرفني انا؟ انا اقرا افكاره. توكل على الله, ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه يا اخوي. شو جاوب؟ جاوب. شو قال؟ شو اللي جاب؟ جنانة. جنانة قال. قال جنانة؟ إيه؟ اكيد جنانة. مو بتساعد الريان؟ انا ما ساعد. لا لا لا, منو قال لك؟ حسن من عجمان. حسن. 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 حسن من عمان. مرحبا. مرحبا اخوي حسن, ايش حالك؟ مرحبا. الحمد لله, ربي يعافيك. شو اخبارك ابو علي؟ ايش حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. وين تقع جزيرة النيسة؟ الإجابة مروان. شو رقت؟ الو حسن, يلا ابو جاوب بارك الله فيك. جزيرة النيسة, هل في جزيرة جنانة ام في جزيرة صلاحة؟ جزيرة صلاحة. ان شاء الله يمكن الإجابة تكون صحيحة وفالك الخمسة الاف يا اخوي يا حسن. الله يهديك يا اخي. شبلك اعزائي المشاهدين, اعزائي المشاهدين, نطلع بريك قصير لما هذا يقضي على الحشرات اللي حوالينا وراجع لكم ان شاء الله. ياخذ ذبحته مروان. لا اله الا الله, لا اله الا الله, محمد رسول الله. خير الله اجعله خير يا مروان على هالضحك اليوم. اي والله, الله يقول لك من عاب ابتلى. اي والله, انا صراحه بسير كل يوم يعني بقرا على عمري. ليش ما فيني؟ قبل الله صلاتكم اعزائي المشاهدين ونقول اجابه السؤال الثاني الحين على طول. على طول خلاص نوقفت, نوقفت صلاه وان شاء الله. تريلو السؤال المفاجئ. زين اقول, اقول قبل اقول الجواب. هذا ابوي وليده مالك هذا داخل حاجب باشا. خلي يجهز الجفير يا ابراهيم. عم عمي والله يعافي. رد بعد. ايه لا يرد ما شاء الله, يعرف ما شاء الله يوجب الناس. وهذا هي, لا لا بطارية فل. ايه بطارية فل ما شاء الله. شباب شباب اقول لك مفاجئ مفاجئ. وقف وقف وقف. سؤال بريك, سؤال بريك, سؤال بريك, بريك بريك بريك. ما تحرك. ما لحظه, بريك بريك بريك. سؤال بريك. وقف ما تحرك. ارفع ريلك. ما هو؟ ارفع ريلك. ابو العال. ابو العال, ابو ابو العال, ابو العال, ابو العال. شو هو ابو العال؟ ابو العال باللام على الاوتو كيو. يقول لي ابو العال. ابو العال, ابو ابو العال, ابو العال, ابو العال. انت شو واقف؟ انت قلت لي خلص السؤال روح. سياره الجفير, هات الجفير حق السؤال الثاني. اعزائي المشاهدين السؤال المفاجئ يقول شو هو ابو العال؟ ابو العال, ابو ابو العال. الو مرحبا. الو مرحبا. ميرا من العين. مرحبا. الو مرحبتين. مرحبا ميرا, ايش حالك؟ طيبه بخير الله يسلمك. ميرا شو اخبار البرنامج اليوم والعم محد؟ يعني مكفين موفين ولا؟ والله يا ريال هو زين يعني مشي الحال, الامور طيبه الحمد لله. يعني ما يعني مش شباب مشي يعني عادي عادي بالشباب. لا تزعل يعني برنامجكم مشي حال اليوم. والله والله بتساعدوني. هاي ميرا, ميرا اخت العنود. مير اخت العنود؟ مو اخت العنود يا ريال, هو اخت العنود. هي اتصلت البارحه فرد التلفون علي وانا رديت. زين وانت فرد التلفون عليها الحين؟ فرح التلفون عليه. ابو العال. شو هو ابو العال؟ ابو العال والله
حالكم انتم بخير؟ ابو العال ايش حالكم بخير؟ صح الجواب ولا؟ اجابه صح كنتم بخير. ما تعرفين ابو العال؟ والله انا حيد اسمه بلد اردنيه حيد شيء شيء سواحل الاردن. ها جماعه بلد من سواحل الاردن ابو العال. مير ايش حالك بخير انت؟ تمام انت بلاك واقف انت يا ابو كشرات الياثوم. جبت هذا ما اعرف شو اسمه. شو جبت هذا ما تعرف شو اسمه؟ هذا ما يعرف اسمه. لا قول له علمه 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 جمال جريف جريف. شو جريف يا عمي؟ شي سندويتش زلف الله حياتك. هات هات شو يسمونه؟ هذا يسمونه جفير. يسمونه شو؟ جفير 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 جفير. هذا يسمونه جفير. عرفت جفير؟ ما يبى يتعلم. لا يبى يتعلم. تعلم بابا. هي بابا شو هي بابا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ناخذ صفاء من عمان. خله يا صفاء. مرحبا يا صفاء. يا هلا مرحبا. ايش حالك صفاء؟ ابو العال حتى انا مو قادر اقول. طائر في المناطق الزراعيه. طائر في مناطق زراعيه. غلط. الو الو. لا حد جاوب؟ لا 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 ما حد جاوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. ما هو العلعال؟ اذكرونا الاسم يا جماعة. لحظة خلينا نشوف. مريم مريم سلام عليك. مريم أحمد محمد. يا هلا ومرحب. سمعتي السؤال؟ نعم. ما هو أبو العال؟ هو ديك 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 ديك. هشي هشي يا ديك. هذا مش ليك. والفرخة دي مش ليك. أبدا. لا مش ليكي. مش ليكي مش ليكي. أبو العال. شو أبو العال؟ أنا عارف. أنا ما أعرف. أنا عارف. ممكن نلمح بس بدون الاسم. أنزين يلا. الله صدق. ما هو أبو العال؟ أبو العال أبو العال. قول أربع مرات. أبو العال أبو العال أبو العال أبو العال. شو أبو العيال؟ أبو العال أبو العال أبو العال أبو العال أبو العال. لا إله إلا الله. ذبحت أنت ويا حريم من دبي. حنين حنين حنان حنين 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 من دبي. الله حنين اسم جميل. الو مرحبا حنين. مرحبا يا حنين. مرحبتين. شو اخبارك؟ الله يطول بعمرك. حنين اسمك جميل يا حنين. شكرا. عفوا. يا حنين. الاجابه يا حنين ابو العال. مساعدوني؟ ما في مساعدة شيء؟ والله شوفي ما فيش مساعدات. أبو العال. ما فيش مساعدات. علي علي علي. سلام عليك علي. علي من العين. قول علي شو سؤال أبو العال. علي شو سؤال أبو العال؟ خوي علي. سولتي سولتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش حالك علي؟ الحمد لله. أنت إيش حالك؟ الله يطول بحالك. طيب حالك. سمعت السؤال؟ هنا نعم. بسرعه قول علي ابو العال ثلاث مرات. علي ابو العال. علي ابو العال. علي ابو العال. زين شو ابو العال؟ نعم شو اللي ابو العال؟ الحصن. وانت مش عال العال يا باشا. مش عال العال. علي مبعل. مبعل منو؟ نسحب 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 الاجابه. نسحب الاجابه. نسحب نسحب. اسحب انا. نسحب اسحب انا. مروان يا اخوي تكلم انت. انا احب هذا افرح المشاهدين. بليز ولا قوه الا بالله. عاطس عيدي انا. بليز بليز. ناخذ فاطمه وانا اسحب. الو فاطمه شو تسوي؟ مروان بطلع شراره. شو طب انت ما تحرق المكان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الاجابه؟ هو طائر يعيش في عمان. شو اسمه؟ شو اسم الطائر؟ القبره المتوجه. منو؟ شو اسمه؟ شو اسمه قبل لا ينقطع الخط؟ القبره المتوجه. منو؟ لا غلط. منو الرمية المتوهجة؟ منو؟ ألو ألف ألف مبروك على السؤال الثاني اللي بخمسة آلاف درهم. حسن عبد الله من عيمان. حسن عبد الله من عيمان مبروك 5000 درهم. يلا يا جماعة أبو العال قبل لا نختم بسرعة. آخر مكالمة يا جماعة. آخر مكالمة أبو العال. أبو العال أبو العال يا جماعة. والله سهل. والله السؤال سهل. لا تحلف لا تحلف جمال. ديمة ديمة بتجاوب. ديمة 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 ما بتجاوب. ديمة بتجاوب. ديمة ما بتجاوب. أنا أقول لك بتجاوب. ديمة بتجاوب. ليش ما تجاوب؟ يلا بتجاوب. ليش ما تجاوب؟ شو تقول؟ هدهد. صح. أنا قلت لك بتجاوب. ألف 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 مبروك. ألف درهم. هذا لهم. أصفق لك من أعماق قلبي. شو تسوي؟ سلو موشن. مبروك مبروك يا ديمة. وها
نختم خلاص؟ خلاص أبوي ختمنا عشان الناس تبغى تروح تصلي. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج شفاي وعلى قناتكم الجميلة قناة بينونة، ولا تنسون تتابعونا إن شاء الله باكر في نفس الموعد، وهلا هلا في الاتصالات، وإن شاء الله راح نوصل الكنترول إنهم يردون على اتصالاتكم وتصبحون على خير. مع السلامة. تت شو تت تحت مروان؟